السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات الجدول بيبقى أكبر من الشيت وببقى محتاج إن أنا أقسمه، فلو عملت سيلكت هنا وجيت قلت له قسمه لي الحتتين، وكنت أقسمه هكذا أكتر من حتة، ولو عايز إن أنت تتحرك جزء منهم بتيجي هنا في الكنترول تقدر تحركه زي ما أنت عايز، ولو عايز ترجعه تاني لجدول واحد أو تلغي التقسيمة مجرد إن أنت تحط الاتنين في بعض. هنا أسهم الكنترول ويرجعوا على الجدول، هنا يبدأ يرجع يكون جدول واحد.